درسنا النهاردة بيتكلم عن المد. المد هي كلمة أو مصطلح معناه بالعربي المنوال. طيب تعالى كده أقول لك إيه هو المنوال بالعربي. منوال هو القيمة الأكثر تكرارا أو الأكثر شيوعا، يعني أنا عندي إن الرقم اللي متكرر أكتر من مرة وهو ده أكتر حاجة ظاهرة في مجموعة من الأرقام، يبقى أنا ده بسميه المد. تمام. طيب how to find the mod، إزاي أقدر إن أنا أجيب المد؟ The mod is simply the numbers أو the number which appears most often. يبقى تاني، the mod is simply the number which appears most often. هو بيبقى عبارة عن الرقم اللي ظاهر أكتر من مرة أو مكرر كذا مرة. Finding the mod. To find the mod, first put the numbers in order, then count how many of each number. A number that appears most often is the mod. يبقى عشان خاطر اللي انا اجيب المود في خطوتين اللي انا بعمله. First step او اول خطوة put the number in order، ببدأ اللي انا ارتب الارقام اللي موجودة عندي، سواء بقى اللي انت حضرتك عايز اللي انت ترتبها ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي زي ما تحب، مفيش فرق بين الترتيب او عامة يعني اللي هي قيمة المود مش هتختلف لو انت حبيت اللي انت ترتب ترتيب تصاعدي او حبيت اللي انت ترتب الارقام ترتيب تنازلي. Second step، تاني خطوة بقى then count how many of each number. بتبدأ اللي انت تجيب كل رقم من الارقام بعد ما رتبتها وتشوف هو الرقم ده ظاهر كم مرة. الرقم اللي ظاهر اكتر حاجة ده هو المود. طيب تعالى كده نشوف example one. example one طالب مني اللي انا اجيب له المود او اجيب له قيمة المنوال. زي ما اتفقنا في السلايد اللي فات لازم ان انا اعمل الخطوات. اول خطوة put the number in order، ببدأ ان انا ارتب الارقام اللي موجودة عندي سواء ترتيب تصاعدي اللي هو من الاصغر الى الاكبر او ترتيب تنازلي من الاكبر الى الاصغر. هنا هبدأ ان انا ارتب الارقام ترتيب مثلا تصاعدي، فمثلا ان ترتيب الارقام 3 5 7 12 13 14 20 23 23 23 23 29 39 40 و56. يبقى انا كده الارقام اللي بتبقى موجودة عندي رتبها لي الاول ترتيب، يا اما ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازل. second step، تاني خطوة count how many numbers. ببدأ اللي انا اعد الارقام اللي موجودة عندي، هو الرقم ده مكرر كم مرة او ظاهر كم مرة. تعالى كده نشوف 3 ظاهر مرة واحدة، 5 ظاهر مرة واحدة، 7 موجود او ظاهر مرة واحدة، 12 موجود مرة واحدة، 13 ظاهر او موجود مرة واحدة، 14 موجود او ظاهر مرة واحدة، 20 ظاهر مرة واحدة، 23 بقى لا هلاقيه اللي هو موجود او ظاهر اربع مرات. تمام. 29 ظاهر مرة واحدة، 39 ظاهر مرة واحدة، 40 ظاهر مرة واحدة، و 56 ظاهر مرة واحدة. فهلاقي ان انا عندي 23 هو الرقم اللي ظاهر اكتر من مرة او اكتر حاجة ظاهرة هو 23 لانه هو ظاهر اربع مرات. يبقى اللي انا اقوله كده in this case the mod is 23. another example، تعالى كده ناخد برضو example تاني وطالب مني ان انا اجيب المود. يبقى اول حاجة put the number in order او arrange the number، ابدأ ان انا ارتب الارقام او القيمة اللي موجودة عندي. اتفقنا اللي احنا خلاصها ايه، هرتب ترتيب تصاعدي. يبقى الترتيب بتاعي هيبقى 8 15 19 19 28 29 و35. تاني حاجة هبدأ ان انا اشوف كل رقم من الارقام اللي موجودة في الترتيب هي ظاهرة كم مرة. فمثلا ال 8 ظاهر مرة واحدة، 15 ظاهر مرة واحدة، 19 ظاهر مرتين، 28 ظاهر مرة واحدة، 29 ظاهر مرة واحدة، 35 ظاهر مرة واحدة. يبقى 19 appears twice. All the rest appears only once. So 19 is the mod. يعني بيقولك أنا عندي إن ال 19
زهرة مرتين، لكن باقي الأرقام التانية اللي موجودة في الترتيب كل منها ظاهر مرة واحدة، فبالتالي المد أنا باخد القيمة الظاهرة أو المكررة أكتر من مرة. يبقى في الحالة دي تقوله the mod is 19. More than one mod، يعني ايه الكلام بقى ده؟ او السلايد ده بيتكلم عن ايه؟ فالسلايدات اللي فاتت اللي انا كنت بقول لك المود او عامة ظاهر المود رقم واحد، يعني الرقم متكرر اكتر من مرة، خلاص يبقى هو ده اللي هيبقى المود. لكن هنا في السلايد ده بيقول لك لا، ممكن انا عندي ان المود يطلع لي رقمين او يطلع لي 3 ارقام او يطلع لي 4 ارقام. يعني ايه رقمين او 3 ارقام او 4 ارقام؟ يعني انا عندي كل رقم من الارقام ده مكرر بنفس الايه القيمة او مكرر بنفس التساوي. مثلا لو انا عندي ان 3 في مجموعة الارقام مكررة 4 مرات، وليه برضه في مجموعة الارقام ديت عندي 6 برضه مكرر 4 مرات، يبقى اللي انا كده عندي ان 3 مكررة 4 مرات والستة مكررة 4 مرات، اخد انه واحد او انه رقم من الارقام ديت واسميه المد. قال لك في الحالة ديت هتاخد الرقمين، يبقى اللي انت تقول له المد هيكون 3 and 6. طب لو انا لقيت بقى لا عندي اكتر من رقمين، يعني مثلا مجموعة ارقام عندي في مجموعة الارقام ديت الاتنين ظاهرة مثلا 5 مرات، وعندي مثلا الاربعة ظاهرة برضو 5 مرات، وعندي 7 ظاهرة 5 مرات. يبقى كده ان التكرار او الظهور بتاع الارقام ديت متساوي، الاتنين ظاهرة 5 مرات، الاربعة ظاهرة 5 مرات، السبعة ظاهرة 5 مرات. يبقى في الحالة ديت اللي انا اقول للمد هيبقى 2 and 4 and 7، يعني اللي انا باخد الارقام اللي مكررة بنفس التساوي. طيب تعالى كده نشوف الاكزامبل ده، طالب برضو مني اللي انا اجيب المد. طب ايه هي الارقام اللي موجودة عندي؟ 1 3 3 3 4 4 6 6 6 9. لو بصيت هلاقي ان الارقام ديت مترتبة، يعني اللي هي جايبها لي جاهزة، تمام. يبقى اول حاجة عيني جات عليها او اللي انا المفروض اعملها ان انا ارتب الارقام اللي موجودة عندي، سواء ترتيب تصاعدي او تنازلي. هنا في المثال لا، هو خلاص مرتبهولي ترتيب ايه على طول. تاني حاجة امسك كل رقم من الارقام واشوف اللي هو مكرر كم مرة. مثلا عندي ان الوان ظاهر مرة واحدة، الثري ظاهر مرتين، الفور ظاهر سوري الثري ظاهر 3 مرات، الفور ظاهر مرتين، السكس ظاهر 3 مرات، والناين ظاهرة مرة واحدة. فبالتالي 3 appears 3 times، عندي ان 3 ظاهرة 3 مرات، تمام، وعندي ان 6 appears 3 times، والستة ظاهرة 3 مرات. يبقى في الحالة دي هتقول له كده ان so there are 2 modes، عندي منوالين مش منوال واحد. يبقى اقول له كده هيكون 3 and 6. note that في ملحوظتين عايزاك برضو اللي انت تركز عليهم. having two modes is called bi model. لو انا عندي منوالين ده انا ممكن اسميه bi model. bi model يعني ثنائي المنوال، يعني انا عندي منوالين. طيب having more than two modes، لو انا عندي اكتر من منوالين ده بقدر اللي انا اسميه multi model، متعدد المنوال.